السلام، رجعتكم اليوم فيديو جديد. في الفيديو جبت لكم اسعار الالعاب تاع بلاي ستيشن 4 لسنه 2020 في الجزائر. شحال يديروا الالعاب دركا؟ قبل ما نشوفوا اسعار الالعاب هذو، اشتركوا في القناه اذا مشتركين، ديروا جاب الفيديو ونشوفوا. جبت لكم هنا دركا بعض، جبت لكم بعض الالعاب نوريكم الاسعار تاعهم شحال راهم يديروا دركا، وكل اسعار تاع الالعاب هذو يختلفوا من حانوت لحانوت، بلاصه بلاصه، كل واحد شحال راهو يبيع درك الالعاب. اعتقد ثاني العاب مره يطلعوا مره يحبطوا، ما يشوفوا ما كامل. هاد الايام طلعوا شويه بزاف، زادوا غلا هاد الايام، ميم البلايزه طلع. دوك نشوفوا اللعبه الاولى جبت لكم، اللعبه اللي جبت لكم هي هذه هوريزون. هذا لقيت ما يبيعوا فيها 550,000، عليك هذيك حصريه للبلاي كات. كل ما يخو ميم العام الجاي كي ماشي العام الجاي، هاد الايام في الاخر تاع 2020 كي يخرج بلاي 5، كي تخرج الهوريزون جديده، عينيك هذيك خرجت مع البلاي كات. النهار خرجوا بلاي كات، خرجت هذه مع حصريه ليه برك، كاش في اكس بوكس. بلي موراها لي بي اس 2020 راه 770,000، غالية شوية. هاي ليك اللعبة اللي موراها. ومن بعد سمعت اخبار يقولوا بلي بي اس راح تولي باطلة في العام الجاي، هي وروكت ليك وما على باليش. روكت ليك قالك صح راح يرجعوها، خلاص روكت ليك قالك نفسها اللي كانت كاينه، قالك راح يرجعوها باطل بلاي كاد. وهذه سمعت بياسة راح ترجع اللعبه تاعهم باطل، ما نبيش اذا صح ولا خبر برك، بصح سمعتها في واحد الفيديو تاع اخبار، ماشي في الفيديو، في الانستغرام المنشورات اللي بعثوا تاع الاخبار ولا اخر لقيتهم دايرينها، قالك بلي راح تولي باطل اللعبه هذه. ما نبيش شنو اول مره نشوفها هذه ذا اوردر، ما نبيش شنو دير 480,000. هذا هذه بي اس 2018. شوفوا 2018 غاليه على 2020، دونك شكون راح يشري 2018؟ هاي 2020 ماكش راح يشريها، ميستناو في الاخر هما تاع هما يبيعوا في 2018 في 708. هاي ليك 2018 ما حبوش ينقزوها. هذه اللعبه ثانيه عم نشوف شنو الالعاب اللي جاينا كتاع اليابان، ما على باليش كيما هذه وراها كيما هذي. ما نفهمش، ما نعرفهمش، ما نتبعهمش كامل. هذه دير 380. هذه الالعاب الاخرى هذه ثاني، ما هذه سيرفيف هذه ميتال جير، نعرفها ميتال جير دير 350,000. هاي ليك اللي قدامها من ذا لاست غارديان، شنو هاي بان هذاك التصغير، هذا الفار الكبير نمشي شنو عندو جناحتين، فار عندو جناحتين. هذا يدير 450,000. هاي ليك اللعبة اللي موراها نفس اللعبة، مكاش عم زوج ألعاب أنا غلط عاودتهم، عام ليك نفسها. هاو جانا هذا باش تشوفوه مليح ثاني، ما بيناش ليه مليح، هاو نبان شوية مليح. ثاني الالعاب كما قلت لكم من لي بري، مرات يطلعوا مرات يحبطوا. كيما جوتي في كانت دير 680,000، 700,000، 900، كاين اللي يبيعوها حتى مليون، 950 على حسب الحانوت. كانت دير 680، 950، ما حبش تنقص، ما حبش كامل تنقص. في الصيف تاع العام اللي فات باش وقتاش فغر كيما هكذايا نقصت، الصيف تاع العام اللي فات واقيلا نقص، طاحت في البري شويه ولا 450، 400 450. يا اخي شريتها انا، نطاحت شويه في البري ولا 450، درك عاود تولات، عاود تزولات غلات. درك لازم القديمه هي، درك لي سيدي اللي حبي يجيب حاجه شويه رخيصه في لي سيدي ولا يشري حاجه قديمه خير، سيدي قديم لي حبي ينقص، حبي ينقص شويه يشري سيدي ماشي. بصح ما ياثرش ماشي ولا ماشي ما عنده ما ياثر، غير زعما الورقه هذوك اللي يجوا معاه ولا كش ما يكونوا داروا لهم ولا ما لي سيدي تاع البلاي كات ما يفسدوش بالوراي جايين، ما يفسدوش، خليلوني يفسدو غير اذا شتهم واحد كسرهم صح ثم يفسد.
بصح هكذا برك ما يفستو صعب، ما كيكونوا مخمجين يبدا ما يقراش تنتب، لازم حتى تبسحو والفات صراني. بصح نورمال، ما نورمال كيما دوك هاد اللعبة هادي The Last of Us، هادي فرنسي، هادي جديدة، هادي خر كيما خرجت هاي يبيع فيها 1,150,000. هاي ليك لقيتو يبيع فيها هاد اللعبة بارتي دو، هادي الأولى يقدر تنجح كبير، الآخر زادو خرجوا جزء ثاني عليها. وهذه جران توريزمو، جران توريزمو ينقصوا لها شوية، نبيع فيها 450. ايوا ثاني اللي يحب يشري، زعما حاب يشري حاجة رخيصة، يشري كارطة ويشري من ستور تاع بلاي. ستور تاع بلاي دايما يديروا تخفيضات، الألعاب اللي يتباعوا غاليين كامل تلقاهم رخاص، كل ما يديروا تخفيضات يطيحوا لي بري، يطيحوا لي بري في الستور. كاين بعض الستورات يديروا تخفيضات ملاح، كاين كيما الالعاب كيما هذه كانت دير شحال 10 دولار على الاقل، رخيصه تجيبها ب 200,000 لو كانت تشري كارطه. اللي زعما ما يحبش الشكل السي دي ولا ما يحبش السي دي يشريها تيليشارجيها في الكونت تاعو. وثاني اللي يحب يشري العاب ولا ما عندوش شي الاخر يشري كونت ولا وثاني كاينه واحد الطريقه تنسخ من الكونت تاعك الكونت تاع صاحبك اللعبه، ولا الكونت تاع صاحبك الكونت تاعك، تنسخوا العاب بيناتكم. كاين بزاف. وثاني الالعاب مام جديده وتلقى نسخ رخاص نسخ غاليين، هذوك كيما ذكرها كاين دولوكس باش شنو نسخ غاليين، نسخه تجي معاها باطل باس طوموبيل، نسخه ما يجيش، فهمتوا كيف هكذا تمشي. كيما جوتيا كاين اللي يجو معاها دراهم في الاونلاين، كاين اللي يجو معاها كاين يجو معاها عفايس جد عفايس فيها درا، ما كل مره وش يبدلو السي دي هذاك ممكن اللعبه تلقى فيها بزاف فايز. كما ذكر وتشري نسخه ستوندار وتشري الاخرى يعطوك معاها عفسه جديده طوموبيل ولا خير، بصح تلقاها غاليه. بصح في الستور كانوا دايرين نسخه لي غاليه رخيصه على ستوندار في الستور، تسمى لي عنده كانوا دايرينها 15 دولار، ومن بعد زادوا غلاوها ومن بعد بقاو يرجعوها كما كانت. كانت نسخه واسمو تاع فيها والو هكذا، كانوا باعوها غاليه، باعوها رخيصه. وثاني تخفيضاتهم في البلاي دايما يديروهم، دوك يزيدو يخرج بلاي 5 قالك كيما سمعت قالك راه بلاي 5 ما حيش يوفرو لكاع الناس، واخا يخدمو غير 8 ملايين نسخه، ما خدموش بزاف كي كورونا ما على باليش يا اخي. قالك راح يستمروا في البلاي 4، ما راحش يموت، يبقى ماشي كما داروا البلاي 3 كملوا خلاص، ما كان لي ميساج لا والو كاع سهله، لا دوك يكملوا مع البلاي 4. هم جايين الالعاب باطل البلاي 4، رجعت يا في راح تولي باطل البلاي 5، يطوروها في البلاي 5. ثاني واسمو كيما قلت لكم البلاي دوك يزدوير ينقصوا بزاف الالعاب في البلاي كات، ميم بلاي كات نورمالمون ينقص، بصح ماشي كيش ينقصوا الجزائر. اذا بلاي 5 راح يوصل باينه قالك ما عادش يوفروا بزاف ناس غير شويه، وديجا كاين شركات كومونداو على على سوني، باينه هذا يجي غالي. سنكملوا العاب. اللعبه اللي بقات لنا الخراج تاع لكم فيفا ديز 2020 830,000، وريد ديد ريديمشن 880,000. هاي الكريد ديد مليحه بزاف على اللعبه. هم ليك الالعاب الاخرين. وثاني كما ردد فيها نسخ بزاف، فيفا ثاني فيها نسخ يجوا مع باكيج، لكن اي لعبه تلقى فيها نسخ بزاف. وثاني واش نزيد لكم واسمو الله، كاين واحد اللعبه نسيت اسمها، راح تولي باطل ثاني، ماشي خلاف الاخر، هذيك خلاف هذيك اللعبه تاع طوموبيلات، قلت لك كاين واحده اخرى تولي باطل غير نسيتها، اما حين ثاني رجعوها باطل. قلت لكم هذه امراه راحت اللي عنده بلاي كات ولا حال وماشي وما ما عادش طومش يشري الالعاب، غري سن ويا غري يشري ستور ومهموش لي سيدي، غري يشري كارت تاع بي اس ان كارت هذيك ويشري الكونت تاعو، يشري غير من ستور تاع بلاي، دوك يطيحو مليح الالعاب في ستور تاع بلاي، ولا يرجعو الالعاب باطل ولا اخر مليح. وهذا ما كان عندي فيديو اليوم، ان شاء الله كان عجبكم فيديو وفتكم به، اشتركوا في القناه اذا ماكم مشتركين، بارطاجيو فيديو اذا حبيتو، شوفوا فيديوهاتي القدم على كاع الاسعار ندير لكم كلش، والسلام عليكم. هو اللي مازالو يتفرج
ترك متابع اسطوره في شي شغله وترك من الاساطير المتابعين. اي سلام اي سلام.